أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سلسلة محاضرات الدعم الإلكتروني لمساق تطبيقات برمجية لتخصص أتمتة وإدارة المكتبات. في هذه المحاضرة الأولى سنتعرف على بيئة برنامج إكسل. برامج إكسل في هذا اللقاء أو في هذا المساق ستكون من خلال برامج مستوى أو فيرجن 2003، يتم اختيارها بهذه الطريقة: مايكروسوفت أوفيس ثم إكسل 2003. بيئة إكسل 2003 مقسمة إلى أعمدة وصفوف. هذه أعمدة لها أسماء A B C، أعداد هي أسماء بحروف اللغة الإنجليزية، ولها صفوف مقسمة بأرقام 1 2 3 إلى عدد كبير جدا من الصفوف. هذه صفحة إكسل المقسمة إلى صفوف وأعمدة مقسمة في حد ذاتها إلى خلية. كل خلية من هذه الخلايا لها رقم ولها عنوان، فرقمها يتكون من رقم العمود ورقم الصف. فمثلا هذه الخلية عبارة عن F6، هذه الخلية عبارة عن C8، هذه الخلية عبارة عن A3 وهكذا. هذه الخلايا يمكن الكتابة فيها بنفس الطريقة التي نكتب في وورد. قبل ذلك دعونا نغير اتجاه الصفحة، بدلا منه من اليسار إلى اليمين ليكون من اليمين إلى اليسار باللغة العربية. لكي أقوم بهذه العملية أتوجه إلى أدوات، ومن أدوات خيارات، وبعد ذلك من خيارات أختار دولي، ثم أضع الاتجاه الافتراضي من اليمين إلى اليسار، من اليمين إلى اليسار بهذه الطريقة من أدوات خيارات، وعلى ذلك أقول عرض الصفحة من اليمين إلى اليسار. دعونا نكتب الآن بعض الأمور، وليكن مثلا هنا الرقم الجامعي، وهنا نكتب الاسم، وهنا نكتب المساق أو على سبيل المثال لغة عربية، وهنا لغة إنجليزية. وهنا تطبيقات برمجية. هذه الآن النص أمامك يحتاج إلى بعض التنسيق. نعلم، نحدد النص كما تشاهد، أختار في النصف، أختار عريض على سبيل المثال، أختار الخط رقم 12، أختار نوع الخط لو أحببت تغيير Arial إلى خط آخر، تمام، إلى أي خط آخر. يصبح عندي أن النصوص غير كافية لها الخلايا، فيمكن لي في هذه الحالة تكبير الخلية بهذه الطريقة، تكبير خلية الاسم بهذه الطريقة. والدرجات لا تحتاج إلى أكثر من ذلك، ولكن تحتاج إلى أن تصبح الخلايا قادرة على استيعاب النص. كيف أفعل ذلك؟ مباشرة نحدد الخلايا، حدد الخلايا كما ترى، كليك يمين، اختار تنسيق الخلايا، بعد ذلك اختار محاذاة، ومن محاذاة قل التفاف النص ودمج فقط التفاف النص، ثم موافق. في هذه الحالة يصبح كلمة تطبيقات برمجية ولغة إنجليزية على نفس عرض العمود ولكن بمساحة أكبر. بعد ذلك أحتاج إلى أن يكون الكلام في منتصف الخلية بالضبط، في منتصف الخلية بالضبط. كالعادة اضغط يمين ثم تنسيق خلايا، وبعد ذلك اختار محاذاة النص، أفقي بمعنى هذا الاتجاه أفقي، هل تكون في النصف أم يمين أم يسار أو كما شاء. إذا أقول له توسيط عموديا بمعنى في المنتصف هنا، فأريدها أيضا أن تكون وسط. بهذه الطريقة يصبح الكلام في منتصف الخلية. لتظليل الخلايا هذه نقوم بهذه الطريقة بتحديد الخلايا، ثم أختار من هذا العنوان أو من هذه الزر لون الخلايا الذي أحتاجه، وليكن بهذا اللون. بعد ذلك إذا احتجت أن يكون هذه الخلايا بالطبع، لو عملنا من ملف معينة، طبعا المعينة نفس الطريقة في الوورد،
معينة قبل الطباعة لا يظهر خطوط أو حدود بين الخلايا. كيف أظهر حدود وخطوط إذا احتجت إلى ذلك؟ مباشرة أحدد الخلايا طولا وعرضا، صفوفا وأعمدة، وبعد ذلك إلى تنسيق أو من خلال هذا الاتجاه، إما من هذا الزر. إذا لم يوجد هذا الزر، تمام، لعدم وجود شريط الأدوات الخاص به، يمكن ذلك من خلال تنسيق وأختار عفوا ممكن ذلك من خلال نعم من خلال تنسيق أختار ورقة وأختار تنسيق تلقائي أو تنسيق ما شابه. على كل الأحوال الأسهل من هذا كله كليك يمين ثم تقول تنسيق خلايا، وبعد ذلك اختار الحدود. في الحدود اختار نوع الحد أو شكل الحد الذي تريده، وبعد ذلك اختار لون الحد الذي تريده وليكن رمادي على سبيل المثال، وبعد ذلك اضغط مفصلة وداخلي ثم موافق. في هذه الحالة تصبح الحدود واضحة وموجودة. لو عملنا معاينة الآن، معاينة قبل الطباعة، ستجد أن الحدود أصبحت موجودة كما تشاهد. نعود مرة أخرى للكلام. إذن هذه هي مبدئيا الأمور الثابتة والأساسية في ملف إكسل للتنسيق، وباقي التنسيقات متاحة لك تماما مثل الوورد. في اللقاء القادم إن شاء الله سنتحدث عن كيفية الاستفادة من خصائص الخلايا. كأن نقول مثلا هذا الواحد لو احتجت أن أنسخه في الخلايا التالية له بمنتهى السهولة سأقوم بعمل ذلك. هناك العديد من الخصائص الأخرى سنتعرف عليها في اللقاء التالي. إلى ذلك الحين محمود رفيق الفرة يستودعكم في أمان الله.